اسمي محمد علي. كنا مقدمين في شركة تعمير مصر، كان عنوانها 71 جامعة الدول الدور الرابع. انت عرفت الشركة عن طريق ايه او ايه البداية بالظبط؟ يعني احكي لي التفاصيل. في حد زميلي كان ليه اعلان على النت وهو اللي وصلني هنا. قال لك ايه يعني؟ قال ان ديش كانوا هم مستغلين المبادرة الجديدة 3%، وقالوا ان احنا بنتعاون مع الاسكان، والاسكان هتدينا احنا اولوية، فبناء على ده احنا روحنا. فهم خدوا مننا فلوس. دفعت كام؟ دفعت 64500. ده كان جديتي الحجز، وقالوا لنا الكلام ده كان في شهر 12، قالوا لنا في شهر 3 او 4 هيظهر يعني الاعلان وكده. فطبعا ما نزلش اعلان، اتكلمنا معاهم مثلا في شهر 2، قالوا لي هينزل على شهر 6. انا كنت مستني الاعلان الجديد ينزل، ففوجئت بقى ان هو نزل على النت ان الشركه دي نصبه وكده. رحت امبارح اتاكدت من البواب ان هم فعلا مش موجودين. مؤتمر بقى. عملت محضر وكده باسمه، هو اسمه مصطفى محمد عبد الحليم محمد السعداني. المفروض ان هو ساكن في الفردوس الشرطه اكتوبر. ماشي. وانت؟ انا اسمي عبد الرحمن مصطفى رجب، دافع 165,000 يعني في شقه. اكتر واحد دافع فلوس. اكتر واحد يعني حرام يعني الصراحه. بس عرفت صاحب الشركه دي منين او المتهم؟ عرفت من على النت، اعلان من على النت في تعمير مصر، شركه تعمير مصر. فقلنا نقدم على شقه بس، فروحنا وعرفنا الشقه وشفناها ولقينا شقه بعد كده متباعه لاتنين. هو المتهم كان بيفرجك على الشقه والمكان؟ كان في واحد معانا متابعه اسمه اسلام، كان بيفرجنا على الشقه، ورحنا خدنا الشقه واتفرجنا عليها، ومفروض كنا خلاص هنستلم يعني. طب اكتشفتوا المكان ده تبع مين؟ اكتشفنا تبع واحد صاحب عماره كده، هم يعني مشغلينها مع بعض بقى، ما حدش عارف.